استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ علي جراح الصباح والطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء الشهداء خلال الأعوام الدراسية 2013-2014 إلى 2016-2017. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ علي جراح الصباح والطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء الشهداء خلال الأعوام الدراسية 2013-2014 إلى 2016-2017. هذا وقد عبر سموه رعاه الله عن فرحه واعتزازه بالنجاح الذي حققه أبناؤه وبناته المتفوقين من أبناء الشهداء، مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية التحصيل العلمي للإسهام في بناء وتنمية الوطن العزيز وتقديم كافة الدعم لأبناء شهداء الكويت لاستكمال مسيرتهم العلمية ومسيرة آبائهم الذين ضحوا بدمائهم وبذلوا الغالي والنفيس فداء للكويت، متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم والنجاح، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي اسم أخي سمو ولي العهد أشعر الحقيقة بالفخر والسعادة في نفس الوقت أشوف أبنائي الموجودين أمامي، أبناء من ضحوا بأرواحهم في سبيل بلدهم وأبنائهم والحمد لله جعلوا آباؤهم إن شاء الله في جنة الخلد، جعلوا أبنائهم يذكرون أن لهم أبناء قد حلوا بمكانهم في دراستهم وفي تفوقهم في مدارسهم، وجعلهم يفتخرون فيهم حتى وهم أموات. إنهم ليسوا أموات بل أحياء ما دامت أولادهم في هذا الحمد لله انهم بهذا التفوق، فأسأل الله لهم الرحمه، وأسأل الله ان يكون لكم التوفيق والسداد، وان اراكم كل سنه ان شاء الله من احسن الى احسن. وأذكر وأتذكر بأن الأخوة المسؤولين عنكم يجب أن أشكرهم كل الشكر على ما يقومون فيه نيابة عنا للقيام بكم، فيجب أن تعلموا بأننا حكومة وشعبا نحس بكم وسندفع كل ما نملك، فأباؤكم أضحوا بدمهم وأنتم ضحيتم بعقولكم إلى أن وصلتوا إلى هذه المرحلة، فربنا نسأل الله أن يوفقكم. و أشكر من قاموا برعايتكم الأخوة الكرام
الأمناء وتأكدوا بأن الشعب والحكومة والجميع يؤازركم ويفتخر فيكم، يقول بارك الله فيكم ورحم الله آباءكم، وشكرا جميعا. كما ألقى وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد كلمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو أميرنا المدة، سيدي سمو ولي العهد الأمين، حفظكم الله ورعاكم، شرف كبير أن نحظى بلقائكم اليوم، وإن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها سيدي صاحب السمو بأبنائه أبناء شهدائنا الأبرار، أنه ليوم جميل أن نحظى بلقائكم وبلدنا العزيز يحتفل بالأعياد الوطنية وبذكرى تولي سموكم مقاليد الحكم. وألقت مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم فاطمة أحمد الأمير كلمة تقدمت فيها بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على هذا التكريم السامي والرعاية الأبوية لأبنائه وبناته المتفوقين من أبناء الشهداء، مؤكدة بأن هذا التكريم هو الدافع الحقيقي لاستمرارهم في مواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات لرفع اسم الكويت عاليا. ثم ألقى السيد طلال سعد لسهلي كلمة نيابة عن الطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء الشهداء قال فيها: نحن أبناؤك أبناء شهداء الكويت الأبرار، اسمحوا لنا سموكم أن نعبر عن فرحتنا وسعادتنا في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا وعلى قلوب جميع أبناء الشعب الكويتي، مناسبة توليكم مقاليد الحكم في دولتنا الكويت الحبيبة، إنها الذكرى 12 ليوم الجلوس لسموكم، أمد الله بعمركم وأمدكم بدوام وتمام الصحة والعافية سندا وذخرا للكويت. ونرحب بسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ونتمنى لسموه موفور الصحة والعافية وأن يظل ذخرا للكويت. واسمحوا لنا سموكم أن نرفع لمقامكم أسمى آيات الشكر والاحترام لرعايتكم الكريمة لنا ولأسرنا، فإننا نشكر الله الذي عوضنا بسموكم عن والدينا، فأنتم يا صاحب السمو الأب الحنون واليد الحانية الكريمة والعين الساهرة على رعايتنا ورسم مستقبلنا. أمد الله بعمر سموكم، وندعوه أن يجعلنا أبناء صالحين عاملين منتجين مخلصين في خدمة وطننا الحبيب الكويت، حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وتم تقديم هديتين تذكاريتين لسموه رعاه الله ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة. اليوم احنا تشرفنا في لقاء حضرة صاحب السمو الوالد قائد الإنسانية وتكريمه لكوكبة من أبناء الشهداء المتفوقين، وتشرفت أني أكون واحد منهم. وطبعا هذا التكريم دافع كبير لنا أن احنا نستمر في العطاء في التفوق وفي خدمة هذا الوطن، وأشكر كذلك ولي العهد على وجوده وتكريمه لنا كذلك مع صاحب السمو، وإن شاء الله يا رب أن هذا التكريم السنوي يكون دافع لنا أن احنا نتجاوز جميع الصعوبات لرؤية حضرة صاحب السمو بشكل سنوي، ونخدم وطننا مثل ما آبائنا دفعوا دمهم وروحهم لخدمة هذا الوطن والدفاع عن هذا الوطن، وهذا واجبنا تجاه وطننا. أشكر صاحب السمو على لقائنا اليوم، وهذا شرف كبير لنا أن نلاقي أبونا صاحب السمو أمير البلاد اليوم ولي عهده الكريم، وإن شاء الله من أعلى إلى أعلى لخدمة بلدنا وخدمة والدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح. وايد مشكورين ليش عطيتونا هذه الفرصة يا مكتب الشهيد، إنكم وصلتونا لمصافحة الشيخ صباح الله يحفظه،
وايد يشرفنا هذا الشيء، وكنت أتمنى هذا الشيء من زمان أني أنا أوصل لهذا المكان وأني أنا أصافح سمو الشيخ الله يحفظه. وكل هذا يزيدني دعم أني أنا كل سنة عن سنة أني أنا أتفوق عشان أوصل لهذا المكان، وأنه يدعمنا الشيخ صباح الله يحفظه عشان نزيد شرف الكويت أكثر وأكثر، ونزيدها كل سنة أكثر وأكثر، ونوصلها إلى بقع العالم كلها. مثل ما هو قائد الإنسانية، إحنا بعد قائدين إلى الطلبة كلهم، أن نقول لهم أن أبناء الشهداء ما عليهم قاصر، وأن الحمد لله إحنا رافعين روس أهالينا وروسنا وروس الكويت كاملة. اليوم جدا سعيدة بمقابلة الشيخ صباح قائد الإنسانية. لقائي فيه يعتبر أهم إنجاز بحياتي بهالسنة. أشكر جهده ودعمه لنا. أشكر مكتب الشهيد، شكرا للجميع. اليوم أنا جدا سعيدة بوجودي هني وتكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الصباح، ولي الفخر بوجودي هني ووقفتي جباله، وأقدم تفوقي وحق مكتب الشهيد وحق الكويت كلها.